بصوا يا جماعة، يعني حق الله يقال أنا بحترم محمد سامي جدا وبقدره وبوقره. ليه؟ قولوا لي ليه؟ رغم كل انتقادات الكوكب لمراته الفاتنة مي عمر، اللي هو الوحيد اللي شايف ان هي فنانة جامدة وجبارة وعبقرية وبيسند لها بطولة. يعني اول ما بيجيبوه كده محمد سامي خد مسلسل هنخرجه مي، في ما حدش يقدر يعمل الدور ده مي، مفيش غادة مفيش سمية، مي الدور ده بتاع مي، ياخدها بقى كده يحطها في قلب المسلسل يلمعها دايما، مطلعها ست جدعة قوية قوية جميلة، احلى واحدة في المسلسل، طيبة بنت اصل عشرة عمر كله. كان عامل لها كده من حوالي كام سنة مسلسل اسمه لؤلؤ، حق الله يقال كل حاجة فيه جميلة حلوة ما عدا مي، بس هو فضل مكمل ومستمر وعمل لها مسلسل السنة دي زي ما شفته بتاع نعمل افوكاتو، مطلعها كمية التضحية بس عمره ما يسيبها تاخد على قفاه، كل مرة يطلعها على قفاه أحمد زاهر تنتقم منه وهتنتقم منه، بيطلعها ستة أصيلة كريمة جميلة مع كل الناس، بس ما بتفتريش قوي غير لما حد يجي عليها قوي. ستة عندها أصول مبادئ، بس ما بتجرحش حد غير لما يدوس على أطرافها، هو مطلعها كده. الستة في لقاء من جبروتها قالت ان هو اشترى لها حصانين، او هو اللي قال ان هو اشترى لها حصانين عربيين اصيلين، بس قالت له دي مش كرياتيف، عشان كده يا اختي انتي وايه لازم يعمل لها مسلسل واثنين وثلاثه وينجمها، هدايا مش كرياتيف، راجل مش كرياتيف، اخص عليك يا عديم الكرياتيف، بيكبر مراته على اي حد، على راي اي ناقد، على راي اي مخرج، معليها كده فوق كده فوق في السماء كده الجميل. تعال انا بقى قلت الجوزي، تعرف انا بمثل حلو قوي، جرايه يا غدا عبد الرازق مالك، عارف انا بعرف اطبخ حلو قوي، جرايه يا شيف شربين، لكن ده مؤمن بمراته، مؤمن بيها وبرسالتها واللي هي مش موجوده وادوارها الجامده اللي هو بس اللي ما يعني هي دور مراتي. طب انا داخل المسلسل ده بمراتي، جوزي اي حد يقول له مراتك انها بتطلع مراتي من الموضوع ده، الله يبارك لك الاحسن، دي نباره وفقريه قالوا محمد سامي، يعني ربنا كرمه ورزقه ومنجحه بسبب الجمال اللي بيعملها في مراته، ربنا يرضيه ويراضيه ويحبب خلقه فيه، راجل كده كمل كده يحب كده يعمل مراته شخصيه مش زي الناس، واللي يقول لمراته يا عورة يضربوها بالكورة، واللي يقول لمراته يا هانم يستنوها على السلالم، وشكرا.